يا حلوين، ازيك؟ عاملين ايه؟ بكونوا بخير طبعا. النهارده هبقى شغاله ليوم كامل في مبيوت. مبدئيا كده انا دورت في مبات البيوت كلها عشان الاقي سيرفر عربي واحد بس، ما لقيتش، كلهم اجانب. فقررت اصلا الفيديو كان العرب، فبما ان مفيش عرب قررت يبقى الفيديو طبعا الاجانب. فان شاء الله برضو هخلي الفيديو اللي عرب. فيب طبعا اول حاجه نعملها هي السكن، تمام؟ وعلى بالك يا جماعه ما نعمل السكن. بصوا في بارت 2، يعني طبعا هعمل بارت 2 من الفيديو ده، هبقى برضه شغاله بنفس السكن وكل حاجه، واروح اقول للناس عايزين شغالات وكده. وبعد كده لو وافقوا طبعا هدخل واشوفهم بيعملوا ايه ونضف لهم وكده يعني يا جماعه، تمام؟ يعني هعمل شغل الشغالات ده، تمام؟ فالمهم يا جماعه الخير، محدش يجي يقول لي اسمها مدبره منزل، مش خدامه او مش خادمه. بصوا احنا يعني احنا بلهجتنا بنقولها كده، تمام؟ ف يب طبعا يا جماعة دلوقتي قاعدة بدور على شو اسمه الطاقية بتاعة اللي هي بتاعة السكين ده. بس انا حرفيا دورت 3 مرات مش لاقياها، او ممكن يكون انا عيني زايغة مش شايفاها، بس اللي هو يعني شفت حاجة شبهها. هي دي، بصوا. طبعا هلبسها لما تيجوا يعني. بصوا بشوف الراجل ده. مهم يعني دلوقتي يا جماعة الخير قاعدة بدور، بنزل لتحت بالراحة كده اطلع فوق، انزل تحت بالراحة اطلع فوق. حرفيا يا جماعة مش موجودة، انا دايما كنت بشوفها، الناس الشغالات كانوا بيبقوا لابسينها حرفيا. بصوا هننزل تحت تاني، لو برضو ما لقيناهاش يا جماعة في ايه؟ امبي لا بجد امبيهات يعني ازاي؟ طب ممكن تكون مثلا بيشتروها من بره يعني ولا ايه؟ اكيد طبعا مش هشتريها، يعني اللي هو راح اشتري ضيع روبوكس على الفاضي عشان بتاع ده، عشان الاجانب اكيد لا. عارفين لو كان عرب كنت هطلع اشتريها، بس للاسف مش عرب. طبعا يا جماعه استنوا كده، انا لمحت حاجه، استنوا لمحت حاجه في المنطقه دي كان شبهها شويتين. اوكي انت اللي هنا، اهي اللي هو ده يا جماعه، القلب وفي نصه زائد كده. بصوا هو ده المفروض بتاع الاسعافات وكده، اللي هو بتاع مستشفى وممرضات. بس لو هندور اخر مره، لو ما لقيناهاش هنكتفي باللي احنا لابسينه ده، تمام؟ ندور كده بالراحه، اتوقع هي كده تبقى جنبها اللي فوق. هننزل لتحت كده نازله. اوكي دي لا مش دي. هنطلع كده نبص جنب اوكي هنا برضو مفيش حاجه. خلاص يا جماعة نحن لن استكفينا بهذه القبعة، وحرفيا اللي يعرف مكاننا فين يقولي عشان الفيديو الجاي عارفة مكانها، تمام؟ تقولي مكانها تحت يا جماعة، وهي موجود اصلا في الماب ولا لا. طبعا دلوقتي نحط الفيس الهبي ده، بس مش مزيف ده الحقيقي يعني. اوكي يا جماعة الخير اخترنا ده. بصوا يا جماعة لو انتوا سامعين اي اصوات هيبقى من التكييف او من المسجد، تمام؟ فيب دلوقتي استنوا كده، في بنت بتكتب لي دلوقتي يا جماعة الخير هناخد الشعر. اوكي عايزين كده الشعر ملموم، اكيد شعر الشغالة مش بيبقى سايب، تمام؟ او هي بتشتغل مش بيبقى سايب، فاحنا عايزين حاجة كده ملمومة يعني كحكة او ضفيرة، يعني حاجة كده، حاجة بأسك، تمام؟ اوكي حاجة في الاسود، لا اسود اسود، تمام. ننزل تحت، ننزل تحت تاني. بصوا يا جماعة عليكم نص اصوات فين يا جماعة بتكلم، هتلاقوني بتكلم بسرعه عشان اغطي على الاصوات، وعشان رايحين عند شفتوا البيت اللي كنت عامله لكم فيه بس ما كانش فيه نت، اهو رايحين عنده. فانا بسجل صوتي بسرعه عشان احمل الفيديو الطويل، عشان الفيديو الطويل بياخد وقت على بال ما يتحمل، وانا مش عايزه اطلع من البيت غير لما يبقى متحمل، عشان لو رحنا هناك النت كل شويه بيفصل زي ما انتوا شفتوا في البث، فمستحيل يعني احمل الفيديو طويل من على النت بتاعهم، فلازم احمله على النت بتاعنا هنا، تمام؟ على النت بتاعنا. ف يعني مشكله بقى لسه كمان، اللي هو جماعه انا بحكيكم قصه حياتي اللي مش عارفه اوكي دلوقتي يا جماعه هنروح لاول بيت وندور. ايه ده؟ اوكي انا راح لاول بيت. اوكي نزل هنا، هنروح للبيت ده، تمام؟ دلوقتي هنروح ونخبط. طبعا انتوا مش بتبقوا شايفين الفيديو، يعني قصدي مش سامعين الصوت عشان انا كنت بعمل جرس يعني. المهم يا جماعه الخير خدت كوبي من الكلمه اللي هكتبها لهم بالانجليش. دلوقتي يا جماعه طالعين البيت ده، فيا رب يكون في حد مش زي البيت اللي هناك اللي هو اللي فات. اوكي هلا هلا. اوكي دلوقتي بيتها مفتوح، قفلته يمه.
يوم مش فيها دي يوم يا ماما يا ماما بجد ايه ده؟ مرعبة ليه كده؟ ايه ماشية دي ام بي؟ يا ماما بصوا بيتها مرعب ازاي ام بي؟ ايه الاجواء دي؟ يا لهوي بصوا يا جماعة شايفينها؟ يما يا ماما عاملة زي الجنية، شايفين ودانها؟ ام بي يا جماعة انتوا شايفين اللي انا شايفاه؟ بجد مرعبة قوي، فيلم رعب. انا مرضاش اشتغل عندي خدامة، عاملها على نفسي. ايه ده يا ماما؟ بصوا بصوا ازاي، شايفينها يا جماعة؟ بصوا هي مش بصة. يما يا ماما لبست ملابس النوم وراحت اتخمدت، نهرب يما من البيت ده قبل ما هي تصحى لنا. يا ماما يا ماما بجد ايه ده؟ والله بطني وجعني يا جماعة، مش بجد رعب 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 رعب. هي لو وافقت اصلا وردت علينا مستحيل اكلمها، شكلها يخوف. وقاعدة لوحديها ليه وبتنام؟ دي لعبة يعني ايه ده؟ يوم لا بجد مش عارفة مش عارفة اتخطى. اوكي يا جماعة الخير، انا قاعدين من جماعة لسه مرعوبة لسه في الصدمة، يعني انا بسجل دلوقتي صوتي على الفيديو بعد ما عملته تمام، بحط صوتي عليه، وحرفيا وانا في الفيديو كنت مرعوبة ودلوقتي مرعوبة اكتر. طيب يا جماعة الخير، الولد ده مردش، خبطت قصدي مش اسمه خبطت ولا لا، رنيت عليه الجرس وما ردش تمام. فهنروح، اذا استنوا لاحظت حاجة فوق؟ شفتوا اللي انا شفته؟ اهي البنت، شايفين البنت اهي؟ تمام يا جماعة الخير، والله انا عندي قوة ملاحظة فظيعة. اوكي يا جماعة الخير، تعرفوا يا جماعة يعني ايه بمناسبة الموضوع بتاع قوة الملاحظة ده، عارفين مثلا لما انا قاعدة كده وبصة قدامي وحد كده بص مثلا ورايا يعدي كده بسرعة، او مثلا يعني حاجة تجري كده بسرعة، ببقى شايفاها بطرف عيني، اللي هو قوة الملاحظة، اللي هو بطلع اجري. بص يا جماعة يعني قوة ملاحظة فظيعة من الاخر كده. هو مش نظر يعني، انا كان عندي ضعف نظر، بس عيني مش بتجيب لاخر الشارع، بس يعني في ملاحظة بلاحظ اللي هو مثلا كان مين معدي كده، فاهمين؟ المهم يا جماعة الخير، برضو هنا خبطنا ورنينا محدش رد، فالأجانب شكلهم مش قاعدين في البيت تمام. طالعين بقى يما، بصوا البنت يما يا ماما، شايفين طلعت تجري ازاي لما دخلتها؟ يما يا ماما ايه ده؟ سنكتب لها هاي يا ما ادتنيش فرصة. طب عبر تعالى هنا يا بنت، يا شو اسمك انت يا مرة؟ لا يما وصلنا تخوف. اوكي اي لا يا جماعة الخير الحين، اوكي نروح لا البنت دي سكنها يبدو على انها عربية، اللي هي البنت كانت بتكلمي من شوية متابعة تمام. يا جماعة الخير هنروح دلوقتي لأش دي، ولا اسمها ايه؟ أش عش يعني. اوكي يا جماعة الخير هنروح لعش دي، انا كنت اقول عائشة بس يعني هي اش عش بس. اوكي اخيرا وليس اخيرا حد رد علينا وعبرنا وتف في وشنا، واخيرا اوكي في ناس على فكرة قدامها، لو دي ما قبلتش هنروح للناس اللي قدامها تمام. تمام دلوقتي do you want، بص يا جماعة محدش يعلق على الانجليزي بتاعي عشان الانجليزي ده مترجم تمام، ما انا صفر انجليزي تمام. شو اسمه قالت لي نص دارين. اوكي دلوقتي يا جماعة الخير، الباب اتقفل ولا هو كان مقفول؟ انا مش عارفة، ضعف النظر اشتغل يا جماعة. دلوقتي اوكي بيتكلموا، قالت لي ده ولد ولا بنت؟ المهم يعني الشخص ده قال لي هاي، واخيرا حد عبرني غير البنت الاولانية. يعني صحفين يا جماعة، البنت دي مرعبة قوي، استغفر الله يا ام مرعبة بجد. اوكي مديون انت مش عارفاه، خدامة او شغالة او مدبرة منزل، عشان محدش يزعل يا جماعة، عشان عارفة الهجوم كله في تعليقات هيكون على الكلمة دي. اوكي بنتين، تعملوا ايه لوحدكم هنا يا شو اسمكم؟ ها I don't think I need one، مش بسألك انت، محدش عبرك اصلا. no but can you، لا عايزانا نكون اصحاب يعني، بس بتقولي لا بس احنا ممكن نكون اصحاب، قلت لها لا شكرا يا حبيبتي خليها لك. اوكي البنت دي ماشيه ورايا ليه؟ قش دي اوكي يعني مهما كان ماشيه ورايا ليه؟ طيب يا جماعه النهارده كنت حاطه في دماغي ان انا اصوم تمام، بس طلعت صحيت من النوم، ماما قالت لي تعالي افطري، وفطرت عادي وانا باكل افتكرت ان انا المفروض صايمه، انتوا متخيلين؟ فطرت واللي هو المفروض ابقى صايمه انا. وبعديها اصلا كنت النهارده حلمت ان انا
اللي انا فطرت 3 مرات، فاللي هو حاجة فظيعة. المهم يا جماعة، بس سي يو.